بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح 3D أوتوكاد، وهنكمل مع بعض أوامر التعديل، وهشرح النهاردة اللي هو أمر 3D روتيت. أمر 3D روتيت بنلاقيه عندي هنا في هوم، وبعدين موديفاي، وبعدين ده الأمر اللي عندي اللي هو 3D روتيت. ازاي ان احنا نستخدم الامر ده؟ انا عندي بوكس زي ما احنا شايفين انا رسمته، وهاجي اقول له 3D روتيت، بدوس عليها بالشكل ده كده، تمام؟ بيقول لي سيلكت اوبجكتس، بختار الاوبجكتس اللي انا هعمل له روتيت اللي هو ده، وبعدين بدوس يمين الماوس انتر، تمام؟ بيظهر لي هنا الاحداثيات زي ما احنا شايفين كده، اللي هي الاحمر الاكس، والاخضر الواي، والازرق الزد، تمام؟ طيب انا عايزه الف حوالين انهي واحد فيهم؟ هو هنا بيقول لي سبيسيفاي بيس بوينت، بختار البيس بوينت. ممكن ان انا اختار البيس بوينت اي مكان هنا، مثلا انا اخترت ان انا اعمل روتيت من الجزء ده كده، تمام؟ بيقول لي هنا بيك روتيشن اكسس، هختار الاكس اللي انا هلف حواليه، فانا مثلا هختار الاكس، تمام؟ بدوست على الاكس اللي هي الاحمر، اللي هي الدايره الحمراء. بعد كده بيقول لي ستارت بوينت اور تايب ان انجل، تمام؟ طيب انا هختار نفس النقطه، وبعدين بعد كده هختار الزاوية، تمام؟ الزاوية اللي أنا عايزة مثلا أعملها أي زاوية أنا عايزاها، فمثلا هقول له 120، فأنا كده لفيته 120 زي ما احنا شايفين كده. لو أنا جيت رسمت سلندر بالشكل ده كده، تمام، وعايزة أعمل 3D روتيت للسلندر ده، هاجي أعمل هنا ده شيدت كده، وبعدين هقول له روتيت. انا عايزه اعمل روتيت وفي نفس الوقت احتفظ بالسلندر الاصلي، يعني اعمل منه كوبي. اعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي ادوس عليه بالشكل ده كده، تمام، وادوس بيمين الماوس انتر، واختار الاكس اللي انا هلف عليه. لو انا برضو اخترت الاكس بالشكل ده، تمام، ظهر لي بقى هنا لما انا اخترت الاكس على طول ظهر لي اعدادات زي ما احنا شايفين كده. اما ان انا بختار الروتيشن انجل على طول بحط الزاويه، في الحاله دي مش هيعمل لي كوبي، او ان انا بقول له هنا في عندي بيس بوينت وفي كوبي، شايفين كوبي دي، انا اقول له كوبي، انا عايزه كوبي منه، تمام، واكتب الزاويه اللي انا عايزاها، او ان انا بلف اهو. هنشوف عمل ايه. خرجت من الامر، قلت له اسكيب، اهو عمل لي روتيشن للسلندر اللي انا اخترتها، وفي نفس الوقت خد منها كوبي. يبقى ده ميزه من الميزات في 3D روتيت. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو، وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.